السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، فيديو التتمة ديال الحماس والتتمة ديال الأفكار والتحفيز، تتمة التخمات ديال الكوزينة. فكيف قلت لكم الفيديو ديال اليوم غنشارككم كيفاش عاودت نظمت هذا الخزين بنفس الأشياء اللي كانت عندي، وشريت أشياء أخرى زدتها، وبأفكار بسيطة واقتصادية ولكن منظمة في نفس الوقت. غادي ندوزو مباشرة، نبدأ معكم من الاول. فاول حاجه بديت بها هي انني نفك هاد البيبان. كي تشوفوا عندي الباب ديال هاد البانتري او هاد الخزين بالكوليس، ففاش نخدم فراحتي غادي نحل هاد البيبان ونحيدهم لانني باغا نصبغه من الداخل. تشوفوا ترون مزيان، فغادي نحيدو وغادي نحل بزاف المشاكل كانت عندي فيه، من ضمنها المشكل ديال الطحين اللي كيشتو الخنشات الطحين محطوطة هكاياك، ما كاينينش هنا دوك السطولة الكبار ديال الطحين بحال اللي عندنا في المغرب، تيبقى داك الطحين مقنطني. فأخيرا لقيت له الحل ولقيت له المنظمات. وري المشاهدات بتاعك ليه؟ مش ناكل جوج تمرات في خاطري، جاتني السخفة والله، اللي جاتني السخفة نشوف في هاد القاعدة خايبة. نحنا بغا نخمم، ماشي تندير شوية بشوية، تنجبد كل شي في دقة واحدة، شي بغي نكمل كل شي مرة واحدة. ومن بعد ما كليت التميرات دزت نكمل الاشغال ديالي. كي تتشوفوا هنايا صافي خويت كل شيء، غادي نبدا نرتبه. في هذا الوقت راجلي تيوجد باش يبدا الصباغه، يعني تيسد واحد التقيبات كانوا صغار فتيسدهم، لان كان عندي رف تما ديك البلاصه التحتانيه وحيدته باش نقدر نحط الصوانين ونوقفهم باش يعطيني الطول، لان حتى بلاكار ما تيدخلوا لي فيه الصواني، فحيدت داك الرف تما في الخزين لتحت. ودابا غادي نبدا تنرصي هذا الشيء، وراه خدام في جهه، وحتى انا غادي نكمل الخدمه ديالي من جهه اخرى. غادي ندوز انا نبدا تنضم هاد الاشياء ديالي. اول حاجه بديت بها هاد العلبه، عزيزه عليا هاد البواطه بزاف، لان عندي فيها الماتيريال اللي كنت تنخدم به لا ديكوراسيون ديال عجينه السكر، فكنت نديها معايا للخدمه. يعني تما كان عندنا في الخدمه ان تجيبي الماتيريال ديالك معاك وتتكوني خارجه تتخرجيه معاك، فهادي بقات عندي وعزيزه عليا، يعني مره تنضمها. فكتشوفوا جمعه فيها كاع الماتيريال اللي تنخدم به ومنظمه هكا، دوك البراشز داكشي كامل اللي تنروتوشي به في الخدمه. فعندي نقيقين هادو زعما ملي جبتهم من الخدمه، ولكن مره تنعاود نشوفهم ونظمهم. زدت عليهم شي مطابعة البلاستيك كانوا عندي في الشبكه، فبغيت نجمعهم كاملين هنا، وديك الشبكه البيضاء غنخلي فيها غير المطابع اللي هما ديال الالومنيوم. دست هنا لهاد المجيرات، هانتوما شفتو شنو عندي فيهم. هنا عندي هادو ديال لي ميني كيك، واحد المطيبعات، عندي هاد المطابع ديال الشباكيه، سبق لي شاركتهم معكم. هاد المجيرات غزالين، سيرتو فهاد الشيء ديال الحلويات وديال تزيين الحلويات، صراحه تينفعوا بزاف وتيجمعوا داك الشيء مزيان بلاصه ما يبقى هكا غير مكوم. فتا هادو كنت تنخدم بهم، هادو ما كنتش نخدم بهم في الخدمه، هادو انا شريتهم لعندي للدار، هادو تيداروا في الورد، وسط الورد هكا تيخرجوا، ولكن مازال ما خدمت بهم بزاف صراحه. وصافي، فعندي الملونات، عندي هاد المراشم، المنقاش، راكم عارفين. المهم الماتيريال الحلويات راه باين. المهم انا تنكمل داك الشيء ديالي، راجلي هنا كمل الغلاق ديال دوك الحفارات. فدابا داز بدا تيصبغ الكوشه الاولى، اولا كي تنقولوا الطبقه الاولى، لان غادي نعسوا دابا راه الليل كي تتشوفوا في الشرجم، والصبح ان شاء الله عاد يدير تنقول الطبقه، تنقلب على الكلمه، بغيت نقول الكوش. فانا عاد تيدير الكوش الاولى ثانية، كي تشوفوا راه تيبان الفرق بين الحيط وبين الصباغه، يعني كان فعلا الحيط لداخل توسخ مع حط هز. فدابا يتصبغ بالبيضة يولي زوين، ودابا غادي نعسو وندوزو الصباح نكملو شغلتنا.
صافي طلع علينا الصباح الموالي كتشوفوا هنا انا نظمت كل شيء في هاد الشبيكات، حيدت دوك الاورنج، بغيت نخلي كل شيء ابيض. فكتشوفوا درت وحدين المعلبات وحدين هادي هنايا، هادو كاملين غسلتهم وعاود عمرتهم ومسحتهم مزيان. المهم مرحله باينه ما ضيعت لكمش فيها الوقت. صافي هنايا راجلي حتى هو غيفاق يكمل المهمه معايا حتى النهايه. فدازت يصبغ الكوش الثاني البلاكار، فصافي صبغ الكوش الثاني، من بعدو داز تيصبغ لي هاد الدفات هادو باش ما يبقاش باين الفرق. فحتى هما غادي نصبغوهم بويض وغادي ندوز نبدا في الترتيب. هنا هاد الشبيكات شريتهم، بغيت نشارككم لاش غادي نليقهم. فهنا غادي ندير فيهم البطاطا والبصلة. البطاطا والبصلة كتعرفوا ما تيليقوش يداروا في الثلاجة، فتيديروا هكا في الخزين ولا تحت البوطاجي. باش عجبوني هادو كتشوفوا تتحل ديك الجديدة وتتحط وحدة فوق وحدة، فهكا ما تياخدوش مساحة. فانا خديت التحتانية درت فيها بطاطا ودرت فوق منها هادي، غادي ندير فيها البصلة هكذا، غندير شي فوق شي ومنظر زوين وما غياخدو ليش مساحة كبيرة. بالنسبة للطحين والروز اللي كان عندي فيهم مشكل وتيبقاو دوك الخنشات هكاك محطوطين لي، فانا خديت هاد العلب هادي اللي بالروايض، خديتهم من كونتينر ستور. صراحة الرحمة الرحمة ديال الله كنت محتاجهم بزاف، لان هنا ما تتلقايش سطولة كبار والخنشة كبيرة ديال 50 باوند وتتبقى هكاك محطوطة لي تما. صراحة كانت مقلقاني بزاف. دابا خديت هاد الزوج، وحدة درت فيها الفينو وحدة غندير فيها الروز، يعني هادو اكثر حاجه اللي تناخد الخناشي كميات كبيره. باقي حتى الفورس تناخد يعني الخنشه صغيره ديال 5 كيلو ما عنديش فيها مشكل، تلقى لها زعما العلب اللي نديرها فيهم. صافي هنا وجدت داكشي ديالي، دست نمسح الارضيه هكايا نطفها زويه ونعطر هذاك الخشب، ثم غادي ندوز مباشره نبدا تنرتب الامور. بديت بهادو هما الاولين فرحانه بهم مع فيهم الروايض، وصافي كل شيء غادي نرتبو حاجه حاجه. هنا غادي نشارككم هاد البلاستيك هذا، راني وريته لكم في الروتين السابق، وريته لكم في وولمارت. فهاد البلاستيك كي تتشوفوا زوين وقاصح زعما شاد راسو، وبغيت انا نديرو في دوك الطبقات، لان كي شفتوا عندي دوك الطبقات فيهم الشبكه، معروفين هنا هاد الطبقات اللي في البلاكارات هنا في امريكا غير شبكه، وديك الشبكه تتبرزطني شويه، لان بحال دابا الا طاحت لك شي حاجه مثلا غير في طبقه واحده تتنزل من دوك الشبيكات وتتنزل لك على كل شيء، تتولي مشكله. ماشي بحال الا كانت مسدوده، حتى الا قدر الله شي حاجه طاحت لك ما تتشتتش لتحت على كل شيء. فدوك الطبيقات الحل اللي غندير لهم هو انني غندير لهم هاد البلاستيك هذا. صافي هنا تبتهم، انا حتى جيت تندير المونتاج واكتشفت ان الدره من اللور واسعه شويه، ولكن راه ما تيبانش شعري، هذاك راه ماشي شعري، راه غير الظلام تيبان لداخل كحل، غير الظلام ما شعري راه مجموع الفوق. وصافي دزنا نحطو هاد الشبيكات كيف ما تتشوفو، هادو اللي الفوق يعني درت فيهم هادوك العلب ديال مطيشات الحك وهادوك المصبرات في جوج، والجوج الاخرين درت فيهم بعض الاشياء اللي ما درتهاش في القراعي لتحت. صافي الطبقه اللي تحت منها نديرها خاصه بهذا الشيء ديال الحلويات. غندوز ندير هاد الشبيكات حتى هما، هاد الشبيكات كي تشوفوا درت فيهم الكاكاو والكريم باتيسيير الخميرات الحلوه كاع الاشياء الخاصه بالحلويات، رتبتها في صف واحد. وكاين حتى المراشم هنا، بغيت نشارككم هذه ديال الملفات اللي سبق لي وحده استعملتها في تحت البوطاجي، هذه استعملتها هكا حتى هي وقفت فيها هاد الشيء ديال الحلويات. فدرت هاد القريعات عندي ديال داك السكر اللي تنديروا به الكيك بابس، عندي دوك الوريقات اللي تيداروا تحت الكيك، وعندي هاد المولات هادو ديال الشوكولاته ديال الصابلي. فالمهم هادشي كامل اللي هكا غادي بالطول وقفتو فيها ما تاخدش مساحه، وغادي تنظمو لي مزيان.
صافي وغادي ندوز نكمل كتشوفوا هاد القريعات ملي تغسلو صافي ولاو تيشعلو جداد. هادو كاملين واخداهم من دولار ستور، هادو البلاستيك واخداهم بدولار الوحده صراحه ونافعين لي مزيانين. انا درت الزيوت والخل درتهم بوحدهم في هذيك الصينيه اللي تدور وغادي نكمل. هنايا عندي الحلاوه الطحينيه، بغيت نقول للبنات اللي بزاف التعليقات تيكتبوا على مشكل الحليب فعليهم بالحلاوه الطحينيه. هاد الحلاوه انا جايباها من مصر، انا تتعجبني ما تنرضع ما والو، ولكن الوقت اللي كنت تنرضع انا كنت ناكلها بزاف لان هي مصوبه بالسمسم بالسنجلان زعما وتتعطي الحليب فعلا. يعني الا لقيتوها غير كلوها مزيان. انا ديك العلب حيدتهم وكتشوفوا درت هذيك الحلاوه كامله في ديك البوله الكبيره، فاحسن من دوك الكارطونات لان جبتهم معايا من مصر وبقاو دوك الكارطونات محطوطين اللي في البلاكار، فدابا حيدتهم. بقى لي هاد البلاصه اللي لتحت فتندير فيها شويه ديال الضو لان حتى هي تتوقف بالطول، وتندير فيها الصينيات وتندير فيها واحد البانيو عندي كبير شويه ما تيدارليش تحت البوطاجي مع الشبيكات وداك الشيء اللي تما. فهاد الشيء درتو في هاد الشبكه كيف ما تتشوفوا، علاش باش تشدو ما يبقاوش يزلقوا لي الصواني مع الخشب، ما يبقاوش تيزلقوا يعني تبقى ديك الشبكه جمعهم. في نفس الوقت حطيت ديك البصله وبطاطا في ديك البلايصه ديالها والزيت. هنايا هادي نصورها لكم عن قرب، دوك القريعات شريتهم من تي جي ماكس. هاد الصغار وحده دايره فيها الخل العادي الابيض وحده فيها خل التفاح، وهاد الكبار وحده دايره فيها زيت السمسم اولا زيت السنجلان، وحده دايره فيها زيت الزيتون، وطبعا هذاك السيروب ديال الدراري اللي تياخذوه مع البانكيك حتى هو حطيته تما. صافي كتشوفوا درت شويه ديالي تجيني بالطول يلاه في ديك البلاصه ورتبت كل شيء، وهذا هو الشكل ديال المخزن اولا الخزين. هذا هو الشكل ديال الخزين من بعد هاد الاعمال اللي درنا فيه، من بعد ما تصبغ وترصى وعاود ترتبات الحاجات، يعني فقط التنظيم عطاه شكل اخر مع اني ما زدتش عليه حاجات كثيره او مشتريات كثيره. وصافي كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كان هذا هو الترتيب اللي درت، نتمنى تكونوا خديتوا منه افكار يكون فادكم، ونتلاقاو في الفيديو المقبل ان شاء الله اللي غنبدلوا فيه ديكور المطبخ ككل، وغادي نشاركوا معكم بالتفاصيل، يعني غادي نبدلوا بزاف د الحوايج في الكوزينه. بقى لنا فقط جهه الاعشاب وجهه التوابل وتحت الحوض، وغادي نبدلوا الستائر، غادي نبدلوا يعني بزاف د الحاجات. خليكم معايا في الفيديوهات المقبله، نتمنى تكون فادكم هاد الفيديوهات، ونتلاقاو في الفيديو المقبل بإذن الله.